أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من الممكن أن نعرف المنافقين باعتبار ما يتوشح من أقوالهم وأفعالهم؟ وهل تجوز الصلاة عليهم والحالة هذه؟ الصلاة عليهم نعم، لا من أظهر الإسلام ولم يتبين منه ناقض من نواقض الإسلام صلي عليه، إذا لم يتبين ويثبت عليه ناقض من نواقض الإسلام صلي عليه. نعم.